هاي من دار النمر والله هل عندنا شيء نص مصاريك 50 نص ساعة شغلت مليون أهم شيء جاي بخير أبوي فوق يمكن على السطح إيش راح يحكي أبوي على الفاضي اسمع لا يا أبوي إيش راح يحكي أمرا في شيء لا ولا سليمة جميل تحكي ولا لا لا تحكي ولا عبد مروش عبد تحكي خلينا باللحمة فينا لا تحكي أنا أجيبه مش طبعا